حياكم الله في نشرة خاصة بأخبار ليبيا، وهنا العناوين: حظر توريد آلات الصناعة وطبع لوحات السيارات، الليبية للموانئ تعلن عن تنفيذ زيادة قيمة المناولة مطلع الأسبوع المقبل، والأهلي بنغازي يفتتح البطولة العربية لكرة السلة. أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً يقضي باقتصار توريد آلات ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية باقتصارها على وزارة الداخلية. ونص القرار في المادة الثانية على تولي وزارة الداخلية والجهة الضبطية ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار وأغطية غرف الصرف الصحي بمختلف أشكالها وأنواعها، ووجه القرار مأموري الضبط القضائي بضبط جرائم السرقة لهذه السلع المحظورة والتعامل مع البائع والمشتري وفقاً لأحكام المساهمة الجنائية في قانون العقوبات الليبي. أعلنت الشركة الليبية للموانئ زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات البحرية المعمول بها حالياً بالموانئ الليبية بنسبة 100% ابتداءً من يوم الأحد القادم 9 أكتوبر، موضحة أن القيمة المستحقة عن السفن تدفع بالعملة الأجنبية حسب ما يعادلها من العملة المحلية. وصل إلى مطار الخرطوم 158 سودانياً من العاصمة الليبية طرابلس في إطار المبادرة الأوروبية المشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل حماية هؤلاء المواطنين السودانيين وإعادتهم بطريقة آمنة وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية. تنطلق اليوم البطولة العربية لكرة السلة في نسختها 34 والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 من الشهر الحالي، وستفتتح البطولة بإقامة 3 مباريات. أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيط أن المجلس أبلغ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن الاتفاقيات التي توقعها حكومة عبد الحميد للبيبة غير قانونية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات التي تمثل ليبيا يجب أن تجري عن طريق الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لأنها مكلفة شرعياً من البرلمان. بهذا الخبر تنتهي النشرة، وإلى اللقاء.